أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. توكلت على الله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت البديء قبل كل شيء، وأنت الحي القيوم، ولا إله إلا أنت الذي لا يذلك شيء، وأنت كل يوم في شأن. لا إله إلا أنت خالق ما يرى وما لا يرى، العالم بكل شيء بغير تعليم. أسألك بآلائك ونعمائك، بأنك الله الرب الواحد، لا إله إلا أنت الرحمن الرحيم. وأسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الوتر الفرد الأحد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وكذا أقرأ أفضل، ولم يكن له كفؤا أحد. تقول هذا كفؤ هذا. وأسألك بأنك الله لا إله إلا أنت اللطيف الخبير، القائم على كل نفس بما كسبت، الرقيب الحفيظ. وأسألك بأنك الله الأول قبل كل شيء، والآخر بعد كل شيء، والباطن دون كل شيء، الضار النافع، الحكيم العليم. وأسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الحي القيوم، الباعث الوارث، الحنان المنان، بديع السماوات والأرض، ذو الجلال والإكرام، وذو الطول وذو العزة وذو السلطان. لا إله إلا أنت أحطت بكل شيء علما، وأحصيت كل شيء عددا. صل على محمد وآل محمد كما هم أهله وكما أنت أهله، يا أرحم الراحمين.